ومعنا لمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الإنسانية في مدينة الموصل السيد هوشيار مالو رئيس المنظمة الكردية لحقوق الإنسان، أهلا بك. بداية، الأمم المتحدة تقول أن نحو 230 ألف شخص لا يتوقعون العودة إلى غرب المدينة، ما الذي يمنع ذلك؟ نعم، شكرا جزيلا. طبعا يحدث الآن ما بعد تحرير الموصل، أنا أسميهم لا أسميهم نازحين، أسميهم المنسيون. يعني أصبح الحكومة العراقية وأصبحت أجهزة الدولة مشغولة بالاحتفال بالانتصار في الموصل، والاحتفال ما ينتهي، يعني الناس تريد ترجع لبيوتها. هناك ثلاث أشياء أساسية وثلاث محاور المفروض يكون بدأ العمل عليها: موضوع الخدمات البنى التحتية، ثانيا موضوع البيوت المدمرة، يعني الناس وين ترجع؟ يعني الناس ما يرجع لبيته مهدم بدون ابواب، بدون شبابيك، كيف يرجع؟ ثالثا موضوع التمكين الاقتصادي وموضوع الاعمال، يعني عمل، هو يرجع للغرب الموصل شو يسوي اذا ما عنده لا عمل لا اكل؟ يعني بهذه النقطة، الا يمثل هذا الموضوع موضوع تأخر او ابطاء او منع عودة المدنيين الى مناطقهم، ألا يمثل ورقة ضغط انتخابية يمكن أن يستغلها بعض الشخصيات السياسية في العملية السياسية الحالية من أجل المرحلة الانتخابية القادمة؟ نعم بالتأكيد، يعني النازحين وهذه الأرقام الكبيرة من النازحين بالتأكيد هم مؤثرين في المعادلة السياسية في العراق، خصوصا في موضوع الانتخابات. وواضح جدا، يعني المناطق اللي نزح منها المواطنون واضح لأي اتجاه ولأي طائفة في العراق، لذلك أي تأخير هو في صالح الطائفة الثانية، أي تأخير عودة هؤلاء النازحين هو في صالح أو خلينا نقولها الخط السياسي الثاني. أنا باعتقادي أنه علينا التسريع وعلينا الضغط موضوع عودة النازحين. الدولة العراقية تقوم بأقل ما يمكن الآن، يعني حتى الخدمات، موضوع الإعمار والعمل اللي تقدر عليها تسويها الأمم المتحدة ومنظمات دولية، لكن الحكومة العراقية مع الأسف ساكتة في هذا الموضوع، وحتى لا يوجد لديها خطة للعمل قريبا. سيد هوشيار، النائبة عن محافظة نينوى فرح السراج قالت إن الحكومة لديها إمكانات لإعادة إعمار أو توفير ما يحتاجه النازحون أو المهجرون من مدينة الموصل، ومع هذا لم نرى الحكومة تتدخل من أجل إيقاف هذه الكارثة الإنسانية. طيب ما الأسباب التي تمنعها من ذلك؟ يعني الموضوع لا يتعلق فقط بالممكن وغير الممكن. يعني أنا أعرف الحكومة العراقية لديها ميزانية الدولة موجودة، يعني يعني الحكومة ما راح تصرف من جيبها، هي ميزانيتها أموال هذا الشعب، لكن الموضوع يحتاج إلى إرادة سياسية. أنا في اعتقادي لا يوجد إرادة سياسية لدى الحكومة العراقية، لدى القادة السياسيين في العراق، عودة النازحين على الأقل في الفترة الحالية، لأن يعني موضوع تعرف موضوع انتخابات وموضوع استعمالهم كورقة. لذلك علينا نحن كمنظمات غير حكومية ومنظمات حقوقية، وأيضا أنتم دوركم المهم يعني كإعلام، علينا الضغط بهذا الاتجاه لتسهيل العودة الطوعية للنازحين، حتى يكون كلامي دقيق وواضح، العودة الطوعية للنازحين، حتى لا يكون هناك بقرار حكومي بقرار فوقي يلا كلكم رجعوا، لا حكومة الإقليم تستطيع أن تطردهم، ولا الحكومة العراقية ترجعهم إجبارا. هناك نقطة أخرى بعيدة عن قضية الأحياء على الأرض، هناك جثث ما زالت تحت الأنقاض سيد هوشيار، منازل ومباني في الجانب الأيمن مدمرة، ما زال هناك عشرات مئات الجثث تحت هذه الأنقاض، ما الذي يبرر ذلك؟ لماذا لم نشاهد تفاعلا دوليا وحكوميا بهذا الخصوص؟ يعني مع الأسف أيضا، شوف أستاذي العزيز، الدرجة الأولى المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، يعني هي ليس على عاتق المنظمات الدولية. المنظمات الدولية تتدخل عندما تفشل الحكومات في تقديم هذه الخدمات، لكن نحن طبعا بالدرجة الأولى لدينا فشل كبير في أجهزة الحكومة في تقديم هذه الخدمات، لذلك تتدخل المنظمات الدولية. ويعني أنا أعتقد يعني
مش قد ما سرعنا في موضوع ابتسال الجسد والتنظيف والأنقاض، ثم يبدأ موضوع الإعمار، ثم يبدأ موضوع البنى التحتية، ثم إعمار البيوت، ثم موضوع تمكين اقتصادي إلى آخره. هذا يعني يجب أن نستعجل فيه. لحد هذه اللحظة لا يوجد خطة، لا حتى الآن لا يوجد، حتى لا يوجد بين أجهزة الحكومة. يعني محافظة ما منسقة مع البلدية، بلدية ما منسقة مع وزارة إعمار. يعني بهذه الطريقة لا أعتقد حتى بعد 5 سنوات راح نبدأ بموضوع إعمار مصر. وضحت الفكرة سيد هوشيار مالو، رئيس المنظمة الكردية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.